عندي قليب واحد تمنيت انا نهدي الجمهور موازين المرضي وكايبغي. صراحة وفي الآونة الأخيرة ما بالنسبة للمشكل اللي واقع حاليا كيعاني منه الفنان وكاع الفنانة سواء لا في أغنية الشعبية ولا في أغنية الشبابية ولا في أغنية المغربية بصفة عامة، وكان موضوع مشكل ديال القرصنة والطيرات، هادشي هو اللي أثر على الفنان من واحد الجهة وخلاه يعني كاين واحد الغياب شكلا ما في الساحة الفنية. حاليا حميد المرضي كيمول وكيدعم نفسه فين أنني كنشري الكلمات، كنجيب ملحن، كندخل الاستوديو، كنسجل، كنأرونجي، كنصور، كنطرح في اليوتيوب باش نبقى عند البيبليك، لأن البيبليك دائما ما كيشبعش في الفنان ودائما خصو يشوفو كيخرج الجديد. كاين واحد شويه ديال الغياب، هو في حد ذاته ماشي غياب، غير انا سياسه عندي في الخدمه ما كنبقاش كل مره كنخرج باش ما تملش باش ما تكونش روتيني، وكتبقى عزيز على الجمهور. ملي كدير واحد الاطلاله على الجمهور كتخرج واحد السينجل، من الاحسن هو تكون موسيقى زوينه ونقيه وتعجب الجمهور، عكس انك تبقى تخرج كل مره سينجل كل مره سينجل ولكن ما غتوشيش هذاك الجمهور. مؤخرا خرج اخر سينجل ديالي دوزته في القناه الثانيه في برنامج نغنيوها مغربيه، وكان اليوم العالمي للكتاب والمؤلفين، وكان بلاطو جميل جدا، وخرج سينجل جديد الحمد لله. دابا راه وصل واحد نسبه المشاهده عاليه وكبيره كبيره بزاف، ماشي مشكل نبكي ونسهر الليل ولا في الدموع الا خدي تجري وحدي في الظلام الا شمعه على قنديل. وهذا السعدي وما جاب لي زهري، موضوع اجتماعي يعني كتبقى قريب من الجمهور ديالك وكتغني ليه وكيحس بك ربما بحال اللي عايش معاه في الدار، وهذا هو الجميل في الامر. سؤال وجيه، سؤال وجيه مهم جدا. هذوك كنسميهم انا كنحترم اي فنان سواء كان نجم وعنده الاسم ديالو في الساحه، سواء كان يلاه جاي نجم ساطع كيقلب على روحه في الساحه الفنيه، سواء كيكون ما معروفش كما قلتي انت فجاه كيتعرف على الجمهور وكيدير السوكسي. كاينين بزاف ديال الفنانين تعرفوا بهذه المساله هذه وبهالطريقه هذه كما قلتي، ولكن الله يسهل عليهم انتم ما نحسدوهمش، الله يسهل على كل واحد. مي اللي بغيت نوصل لك هو بان الفنان اللي فوديت دائما كيبقى في القمه وكيبقى في المركز ديالو، حيت داك الشيء تدريجي، حيت كاين بريميير ديفيزيون، دوزيام ديفيزيون، تروازيام ديفيزيون. ولكن الحمد لله عندنا واحد المساله حنا كنحمد الله ونشكروا عليها بالنسبه لحميد المري وبالنسبه بزاف ديال الفنانين الشابين، حنا عندنا لو تيتر. لو تيتر هو البصمه ديال الفنان. كتجبد حميد المرضي كتلقى عندي قليب واحد، كتجبد مثلا مصطفى الاب الروحي الاسطوره ديال الفن الشعبي كتلقى شحال تسنيتك ما جيتي، عبد الله الداودي، عيطه داودي، الصناجي، المهم يعني عندك واحد لو تيتر اللي بازيتي عليه باش يعرفك الجمهور، الحمد لله هذا كيكفي. اما بالنسبه لذوك الفنان اللي كتعرفوا بالنسبه للمواقع الاجتماعيه او كنسميهم شهره الفيسبوكيين، كامل احتراماتي لهذ الالفاظ، كتكون واحد الموجه قد ما كيتعرفوا قد ما كيديروها كتجي واحد الوقيته كيبداو يتنساو تدريجيا. علاش؟ اللي ما عندوش ان تيتر كما قلت لك في الاول. انا فين ما مشيت ما كيقول لي ما كيتشعلش لي حميد المرضي، كيقول لي عندي قليب واحد هذا يكفي. نو نو نو، بالنسبه للمواقع ديال التواصل الاجتماعي انا بعيد واحد شويه، كنمشي دقه دقه، ربما انا كنت غادي نتكونسوما في واحد بالنسبه لمثلا عام سنه غادي نتكونسوم بواحد الدرجه كبيره وكبيره بزاف بالنسبه للمواقع الجميع ومواقع التواصل. كنمشي مره مره اطلاله، عندي الانستغرام ديالي، عندي لاباج ديالي، عندي فيسبوك ديالي، الحمد لله كل شيء. كاين مره مره كنلوح دويساك ولا جوج للجمهور ديالي وكتبقى عزيز، ولكن الحمد لله خدامين، اللهم لك الحمد، حنا كندخلوا الديور الكبار. بالنسبه للاغنيه ديال التراكس هذه الميلودي، الله يسجل، الله يسهل على كل واحد، كل واحد عنده افكار ديالو، كل واحد عنده طريقته، عنده اموراته كيفاش كيغني. فكره جميله رائعه جدا قبل الجمهور بصحته، الله يسهل عليهم. انا بالنسبه للملاهي الليليه ما كنخدمش فيها، كنت كنخدم قبل النجوميه، ولكن بعد النجوميه من خرج عندي قليب واحد ما بقيتش كندير كباري. ممكن ان نمشي لملهى ليلي ولكن اكونديسيون سواري يعني ولا جوج فيها الويكاند جمعه والسبت، وكنتخلص مزيان. اما باش غنخدم تيتيلير انا في ملهى ليلي جامي طلاب. سيكسي ما عمرك تنتظر بان هاد القطعه غادي تغنى غادير سيكسي. سيكسي ما كيتعرفش،
كتبقى خدام وكتجتهد وكتسنى السوق وكتسنى البيبليك، حيت البيبليك هو اللي كي الجمهور هو اللي كي هو اللي كيدير لك هو اللي كيدير لك. الا قبلوا لا شونسو سي بون، ما قبلوهاش خصك تعاود محاوله اخرى جديده. نعطيك لي استوار ديال عندي قليب واحد. بالنسبه لعندي قليب واحد هذه ما عارفه حتى شي واحد، عندي قليب واحد ما كانتش في البروغرام ديال الالبوم. الالبوم كان سميتو صغير وزيت الهم كعنوان، كنت خدام انا بالليل، ولكن ملي كنغني هذيك لا شونسو كيبان ليا الناس اللي قدامي تيتجاوبوا معاها. ساليت وانا نعيط للشركه ايديسيون القاهره قلت لي ستوب ما تطبعش، بقى غير الطبيع. صوبنا السي دي، درنا لو ميكس، درنا لو ماستورينغ، درنا لو بيتش، بقاها كرافاج سولوفا الكاركاس وزوه في السوق. قلت ليه هدا ما تطبعش، عندي واحد 7 دقائق زوينه، ولكن انا كنشوف الجمهور كيتجاوب معاه. مشيت مع الصباح 9 الصباح دخلت سجلتها ميكسيت لو ماستورينغ، قلت ليه طبع دايره في الراس وهي اللي ضربت في الالبوم. يعني السيكسي ما عمرك تعرفو كيمتى غادي يجي.